مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من مساحه للراي. تواصل القمه العالميه للحكومات ترسيخ مكانتها كمنصه عالميه رائده لاستشراف مستقبل العمل الحكومي وتبادل المعارف والتجارب الملهمه بين حكومات العالم بهدف ايجاد حلول مبتكره للتحديات العالميه وتصميم التوجهات الجديده بما يسهم في صياغه مستقبل افضل للأجيال القادمة. تجمع القمة قادة الفكر والخبراء العالميين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم للمشاركة والمساهمة في تطوير الأدوات والسياسات والنماذج التي تعتبر من ضروريات تشكيل الحكومات المستقبلية. ويشارك الدكتور مصطفى مجبولي رئيس مجلس الوزراء في فعاليات قمة الحكومات والتي تستضيفها مدينة دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 من فبراير الجاري. للحديث أكثر حول القمة العالمية للحكومات بمشاركة مصرية، ده مجال حوارنا النهارده في مساحه للراي مع ضيف الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ حسن ابو خزيم محرر شؤون مجلس الوزراء بروزر يوسف. اهلا استاذ حسن، منور محمد. استاذ احمد، اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. خلينا نطلع تقرير وبعد هذا التقرير نفتح هذه المساحه للراي، فابقوا معنا. تواصل أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 اليوم الثاني على التوالي أعمالها تحت شعار استشراف حكومات المستقبل، والتي تستمر حتى غد الأربعاء في دبي بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وأكثر من 25 رئيس دولة وحكومة. كما تضم القمة تجمع نحو 120 وفدا حكوميا وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين وبحضور أكثر من 4000 مشارك. وتستشرف النسخة الجديدة من القمة الفرص والتحديات المستقبلية وأبرز التحديات التي يواجهها العالم في جملة من القضايا الملحة، كما تناقش سبل الوصول إلى رؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين حكومات العالم وتبادل الخبرات والتركيز على قصص ونماذج ملهمة في العمل الحكومي تركت آثارا إيجابية وأحدثت تغييرا حقيقيا في واقع دولها ومجتمعاتها. وتضم القمة العالمية 6 محاور رئيسية و15 منتدى عالمي تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية. يتحدث فيها 100 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعا وزاريا وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير. وقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال كلمته أن القمة العالمية للحكومات تنعقد هذا العام وسط ظرف عالمي دقيق في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من أزمات متلاحقة وتطورات جيوسياسية مؤثرة ذات انعكاسات تطال جميع الدول، من أهمها ما شهده العالم من نوبات تضخمية واسعة النطاق، واستلزمت تغييرات في أولويات السياسات الاقتصادية وعلى رأسها السياسة النقدية باتجاه رفع متلاحق لأسعار الفائدة لمحاربة التضخم، وهو ما نتج عنه تداعيات غير مواتية على النمو الاقتصادي وتمويل التنمية في العديد من الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا مره ثانيه. برحب بضيفي الكبير الكاتب الصحفي الاستاذ حسن ابو خزيم المتخصص في شؤون مجلس الوزراء بوزير يوسف. خليني في البدايه اتكلم على هذه القمه. احنا بنتكلم على القمه رقم 11 بمشاركه تقريبا اكثر من 25 رئيس دوله ورئيس حكومه بمؤسسات عالميه وشركات كبرى. اهميه هذه المشاركه بالاضافه طبعا ل 25 رئيس دوله وحكومه، هناك 700 شركه بتشارك يعني في هذه القمه، يعني حوالي 85 منظمه دوليه، وهناك لا يقل عن 4000 متخصص يعني بيشاركوا على مدار ال 11 قمه الماضيه يعني. ولكن في هذا يعني هذه القمه اللي هي رقم 11، احنا عارفين هناك تحديات عالميه وما ذلك، ولذلك بتاتي مثل هذه القمه على اساس حتى من العنوان او الشعار بتاعها استشراف حكومات المستقبل. ايه الهدف من هذه القمة؟ على اساس
تقعد الحكومات مع بعضها والسادة الوزراء اللي هم موجودين في هذه القمة ويشوفوا طبعا الموضوعات والتحديات ويتم التوصل بقدر الإمكان لعدد من هذه الحلول إذا كانت مثلا هذه الحلول قابلة للتطبيق أو غير قابلة. طبعا بيتم دراسة هذا الأمر يمكن لا يقل عن يعني 110 جلسة يعني داخل هذه القمة على مدار الثلاث أيام بداية من الأمس وحتى الغد الأربعاء. طبعا نؤكد ان هناك تحديات عالميه تحديات عربيه كذلك الدول العربيه الدول الافريقيه قد تختلف التحديات من الدول العربيه للافريقيه والدول العالميه ولذلك بتاتي مثل هذه القمه. يمكن عودتنا طبعا الامارات على عقد هذه القمه وحرص يعني الامارات على عقد هذه القمه وحرص عدد كبير طبعا من القاده والزعماء ورؤساء الدول. لما بنشوف يمكن كان هناك يعني ثلاث دول ضيوف شرف هذه الدولة رقم 11 كانت تركيا وقطر والهند. احنا فين يعني في القمة رقم 10 العام الماضي كانت الدولة المصرية ضيف شرف في القمة رقم 10 العام الماضي. مؤكد مثل هذه التحديات نتمنى ان هذه القمة ونتمنى كذلك يعني قد تكون هذه القمة طبعا قمة اقتصادية من ذلك ولكن الطابع السياسي بيغلب المفترض يعني على يعني على هذه القمة. والحادث في غزة هل ممكن نرى يعني فكرة خارج الصندوق تشكيل مجموعة عمل من القادة الموجودين وما لذلك ويكونوا يعني لقادة المستقبل أو حتى بالنسبة يقنعوا طبعا الكيان الصهيوني بعملية الوقف الفوري وبدلا من البيادة الجماعية اللي هي موجودة. نتمنى يعني ذلك أن تكون هناك حتى توصية ومن ذلك في هذه ولكن يمكن حتى من العنوان الخاص والشعار استشراف حكومات المستقبل هي ضغط طبعا الأزمات الاقتصادية على هذه القمة طبعا بداية من يعني أزمة كوريا الأزمة الروسية الأوكرانية وتوقف سلاسل الإمداد خلال الفترات الماضية. ولكن نتمنى إن شاء الله أن هؤلاء القادة يعني يدوا مثلا روشتة للعلاج بالنسبة للأزمات الاقتصادية العالمية ويهمنا كذلك الأزمات الاقتصادية الموجودة في القارة الأفريقية والدول العربية. خلينا نص حسن من ضمن فعاليات هذه القمة هو ما يمكن أن نطلق عليه الدائرة المستديرة أو الطاولة المستديرة ويتم فيها نقاش بين رجال أعمال بين مؤسسات حكومية بين وزراء وأنا خليني أتكلم على العلاقات الاقتصادية المميزة بين الدولة المصرية ودولة الإمارات. حتى وزير المعارف كان ليه تصريح خاص بمسألة الازدواج الضريبي والتهرب الضريبي وكان في بروتوكول تم توقيعه ما بين دولة الإمارات. هذه الدائرة المستديرة هل يتم التناول فيها رؤى للدول تجارب ناجحة للدول يعني ايه طبيعة يعني المناقشات وما ذلك ومن ضمن يعني المحاور الأساسية والمنتديات الخاصة بهذه القمة ست منتديات من ضمنهم طبعا تبادل الخبرات وما ذلك وقصص النجاح الموجودة في كل الدول على أساس هؤلاء سواء الوزراء أو رؤساء الدول ورؤساء الحكومات بيعرضوا طبعا التجارب الناجحة بالنسبة لدولهم وعلى أساس طبعا الآخرين يستفيدوا زي ما حضرتك تفضلت أستاذ إيهاب يعني عملية الطاولة المستديرة أو المستديرة ومن ذلك بتعرض مثل هذا الأمر بين الموجودين ومن ذلك حتى بالنسبة للعلاقات الوثيقة بين مصر والإمارات زي ما حضرتك تفضل كان على هامش هذه القمة بالأمس القريب توقيع مذكرة بين مصر والإمارات على أساس بيتم مد العمل بمذكرة تفاهم. بس يعني أقول إن في معرض الصورة الآن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مقبول ورئيسة الصندوق النقدي الدولي في وجود الوزير معي. تفضل فضل. وسنأتي إلى هذه الصورة أتحدث بالتفصيل ولكن رئيس البنك المركزي يعني مد العمل كان مذكرة يعني مد العمل بمذكرة التفاهم بين مصر والإمارات بخصوص طبعا تطوير العمل الحكومي أو التطوير الحكومي وهناك تجربة ناجحة للإمارات في إنشاء عدد من المصالح والمجمعات الحكومية وخاصة في محافظة يعني أسوان زي مكاتب البريد وما لذلك والإمارات احنا عارفين هي ناجحة في هذا الأمر ولذلك بيتم يعني هذا الأمر يعني مد العمل بهذه مذكرة الاتفاق. كذلك من يعني الأمور الناجحة لديك طبعا عدد كبير من التجارب الناجحة لدى الدولة المصرية تستطيع الدولة المصرية ويمكن شفنا بالأمس القريب في كلمة رئيس مجلس الوزراء عرض عدد من هذه التجارب الناجحة سواء بالنسبة للعمل الحكومي وما ذلك يعني
وخير دليل على هذا الأمر مبادرة حياة كريمة التي أطلقتها الدولة المصرية، يعني تعتبر أكبر مبادرة تنموية بتطلقها الدولة المصرية، وكذلك منظمة أو الأمم المتحدة يعني دشنتها في الممارسات الدولية نتيجة طبعا قيمة هذه المبادرة وهي حياة كريمة. ومن ذلك هذه المبادرة اللي هي طبعا لها يعني نتائج إيجابية على القرى والنجوة، ومن ذلك في المشروعات اللي هي يعني بتقوم بها وبتكون لها مدلولات اقتصادية ومن ذلك. خلينا نتكلم برضو نتكلم بقى على الصورة اللي كنا اتكلمنا عنها، وهي لقاء دولة رئيس مجلس الوزراء في وجود الوزير المعيط و رئيس المركزي والدكتور هالة. اتكلم هنا على صندوق النقد الدولي، خاصة ان في يعني مفاوضات خاصة بشريحة اخرى والحديث عن تعويم وحالة ترقب في الشارع المصري. خلينا حسن من متابعتك لهذا الملف، خاصة في تصريحات إيجابية من صندوق النقد الدولي وحتى الدولة المصرية قالت إنه ما فيش تعويم آخر، يعني الصورة الحقيقية خلينا نوضحها للناس. يعني بالفعل هذه يعني حتى بالنسبة لل يعني الحوار الذي تم إجراءه مع مدير الصندوق النقد الدولي، تحدثت إن إحنا كصندوق لم نطلب عملية تعويم من الدولة المصرية، ولكن بتطلب تحرير سعر الصرف يعني بيكون مرن. ويمكن في تم الحديث بالأمس القريب في هذا الأمر وما ذلك على أساس طبعا عملية المفاوضات الثانية والثالثة وما ذلك، ويمكن في القريب يعني خلال الأيام القليلة والأسابيع القليلة المقبلة يعني يتم طبعا يعني بعد الانتهاء من المفاوضات الموافقة على هذه الشريحة. ويمكن تحدثنا عن عدد كبير من يعني المسؤولين قال لك والله نسيب مثل هذا الامر، يعني يمكن المشاهد الكريم بيقول لك هو كام يعني الشريحه او الشريحه كام. خلينا برضه يعني حتى تنتهي مثل هذه المفاوضات ونترك طبعا المفاوضات وما ذلك والاعلان من قبل صندوق النقد الدولي، ولكن يعني مديره الصندوق ان هي بتتحدث بكل ايجابيه ويعني بكلام يعني محبب ومهم جدا عن الدوله المصريه، سواء بالنسبه لاصلاحات الهيكلية والإصلاحات الاقتصادية اللي هي عملتها الدولة المصرية في 2016 وحتى هذه اللحظة، وإن هي بتتحدث عن المشروعات وما ذلك. هي درس على فكرة يعني التجربة المصرية بكل يعني تأكيد بكل صغيرة وكبيرة، عندما تحدثت في الحوار اللي هو تم إجراءه في إحدى يعني الفضائيات وما ذلك، تحدثت يعني حوار كان مطول ولكن خصصت منه جزء كبير عن التجربة المصرية والحديث كذلك عن يعني هذه الشريحة وكذلك عن المفاوضات اللي هي بتجرى خلال هذه الفترة. من ضمن الأمور اللي بيتم مناقشتها في هذا المؤتمر هو مسألة التغير المناخي والتنمية المستدامة، وهنا خلينا نتكلم ان الدولة المصرية في نوفمبر 2023 كان كوب 27 في شرم الشيخ، ثم تلاه كوب 28 في الإمارات. مسألة التغير المناخي والاهتمام بمسألة البيئة مش في المؤتمر ده بس ساعتها، حتى في المؤتمرات الدولية حتى والتابعة للأمم المتحدة، يعني هو بالنسبة للتغير المناخي والحديث عنه أصبح أمر واقع نتيجة التغيرات المناخية. ولكن حتى بالنسبة للأمس القريب كانت الإمارات شكرت الدولة المصرية أن هي كانت لديها تجربة كويسة وناجحة في كوب 27، وأدت هذه التجربة واستفادت منها الإمارات، يعني كما تم الحديث عن يعني عدد كبير من القادة المسؤولين في الإمارات بالأمس القريب. يمكن الدولة المصرية يعني كانت بالفعل هناك توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم في كوب 27، وتم تحويل هذه المذكرات إلى اتفاقيات ومن ذلك. الحديث طبعا عن الطاقة الجديدة والمتجددة وزيادة الطاقة الجديدة والمتجددة لدى الدولة المصرية على أرض الواقع بنسبة 42% في عام 2035، بدلا ما كانت يعني عام 2035 يمكن بتتراوح الاتفاقيات ومن ذلك إلى حوالي 328 أو 300 أكثر من 300 مليار دولار بالنسبة للاتفاقيات ومن ذلك. وشفنا خير دليل ومثال يعني الطاقة الشمسية يعني في بنبان، كذلك عدد كبير من في جبل الزيت يعني منطقة السويس وما ذلك،
يعني كذلك في هناك بيتم انشاء منطقه للطاقه يعني للطاقه وما زالت في محافظه تسوهاج طبعا المحافظات الصعيد بوجه البحر وما زالت نتيجه طبعا يعني الدوله المصريه لديها يعني موقع متميز في هذا الامر يعني عدد كبير حتى بالنسبه للمستثمرين وما زالت بياتوا لعرض الدوله المصريه لديهم طبعا يعني رغبه كبيره في عمليه الاستثمار بالنسبه للطاقه الجديده والمتجدده ولكن هو الحديث عن الطاقه الجديده المتجدده والتغيرات المناخيه هو حديث ولكن طالما تحدثنا عن هذا الامر يمكن اكثر القرارات تضررا في تغيرات المناخ كانت القرى الوسطيه اللي هي بتاتي طبعا الانبعاثات وما ذلك من الدول الصناعيه. هل الدول الصناعيه والدول الكبرى يعني التزمت بما التزمت به او نفذت مثل الالتزامات؟ طبعا لم يتم الالتزام ولكن الدوله المصريه يعني ارسلت اكثر من سواء حتى في مؤتمر كوب 27 كان الحديث عن لانه هو مؤتمر الالزام و خليني برضو يعني طبعا كنت قلت السبب خليني اقول برضو ان الدوله المصريه خدت خطوات هامه جدا في مساله طاقه الهيدروجين الاخضر يعني وقعت اكثر من اتفاق مع بلجيكا والدنمارك ودول اخرى في هذا المجال. خلينا نطلع تقرير الصحافه وبعد تقرير الصحافه اتكلم على ملف هام جدا هو مساله تمكين الشباب ودور الشباب في مكافحه التطرف والارهاب بعد هذا التقرير الصحافه فابقوا معنا. في الأهرام في سابقة تضفي بعدا جديدا مهما على القمة العالمية للحكومات تستضيف القمة العالمية للحكومات 2024 ضمن أعمالها نخبة متميزة من العلماء الحائزين على جائزة نوبل في مختلف التخصصات العلمية تأكيدا على الدور الاستثنائي الذي تلعبه القمة في جمع أصحاب العقول وصناع القرار وجميع المؤثرين في إيجاد حلول مبتكرة قائمة على المعرفة لتحسين حياة المجتمعات وتسريع فرص التقدم الإنساني. أما في جريدة الوطن كريم روماني يقول خصصت القمة العالمية للحكومات جائزة أفضل وزير في العالم لتسلط الضوء على الجهود الاستثنائية لوزراء الحكومات حول العالم من أجل تعزيز التميز في القطاع الحكومي وتحتفي أيضا بالجهود المبذولة لإلهام غيرهم من المسؤولين الحكوميين ومقدمي الخدمات من أجل تعزيز الابتكار. في حين نوه المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري في البيان بأهمية انعقاد القمة العالمية للحكومات هذا العام لكونها تأتي في توقيت هام نحن في أمس الحاجة إليه لتبادل الرؤى بين هذا الجمع الرفيع من القادة ورؤساء الحكومات والخبراء حول سبل مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة واستشراف النظرة المستقبلية لما يمكن أن تقوم به الحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأخيرا كتبت جريدة الاتحاد الإماراتية تأتي دورة استثنائية للقمة العالمية للحكومات 2024 بعد أقل من 3 أشهر من احتضان الإمارات لأكبر وأضخم دورة من دورات مؤتمرات المناخ كوب 28 والذي خرج بإعلان الإمارات التاريخي الذي مثل ولأول مرة توافقا عالميا للدفع بالعمل المناخي نحو أفاق جديدة توحد جهود العالم للتعامل بإيجابية ومسؤولية مع التحديات المناخية. مشاهدينا الكرام اهلا بكم مجددا. استاذ حسن فهمني جدا هو مساله تمكين الشباب ودور الشباب في مكافحه التطرف والارهاب وخليني اقول ان الدوله المصريه كان يعني سباق في هذا الامر اخذ اكثر من مؤتمر للشباب سواء في الداخل او الخارج. نعم يعني مؤتمرات الشباب التي عقدتها الدوله المصريه خلال الفتره الماضيه بالاضافه طبعا يعني منتديات الشباب العالميه كانت يعني سباقه في هذا الامر ويمكن عدد من الدول اخذوا هذه الفكره نتيجه طبعا يعني اهميه هذا الامر وهي اهميه الشباب وما ذلك يمكن الشباب يمثل حوالي 60% من يعني القوه الضاغطه بالنسبه للسكان وما ذلك ده شيء مهم جدا. احنا شفنا عدد كبير من الشباب في البرامج وما ذلك يعني بيتم تدريبهم على مستوى وما ذلك وبياخدوا طبعا يعني مناصب قياديه سواء بالنسبه لمساعدين الوزراء او نواب الوزراء ونواب المحافظين وما ذلك يعني عدد كبير طبعا حتى بالنسبه للمواقع القياديه داخل المحافظات والاحياء وما ذلك بتجد الغالبيه العظمى يعني من نواب يعني الاحياء والمراكز بتجدهم من الشباب وما ذلك. الشباب طبعا عليه دور كبير في عمليه التسلح بالعلم وما ذلك ما تخليش يمكن اكون في
احدى الدورات التدريبيه والله استاذ ايهاب لقيت واحد عنده كام؟ عنده 84 سنه وما زال بيكتب وما زال كان حريص كل الحرص ان هو يبقى بيتلقى مثل هذه الدورات. ايوه عمليه التدريب والعلم وما زالت ما يقولش مثلا واحد انا وصلت لسن معين وكفايه كده عليا ونقفل على نفسي. لا ان انت يعني ولذلك الواحد بيشوف عدد من المؤتمرات هناك عدد طبعا من كبار السن دول طبعا يعني هم مهمين جدا بالنسبه للشباب وما زالت ان هم بيجلسوا طبعا مع كبار السن بياخدوا مثل هذه الخبرات وخاصه يعني كبار السن يعني لا يبخلوا بمثل هذه الخبرات وما زالت شفنا هذا الامر في على ارض الدوله المصريه. ولكن يمكن حضرتك بدات حديث حضرتك في هذه الفقره ان كانت الدوله المصريه سباقه في هذا الامر وهو يعني تمكين الشباب وما زالت بالفعل الدوله المصريه أولت الشباب أهمية يعني كبيرة بدليل يعني عمليات التدريب وما ذلك اللي هم بياخدوها في عدد من المراكز التدريبية وما ذلك حتى بالنسبة للوزارات وما ذلك هناك دورات يعني تدريبية بيتم أخذها في عدد كبير وما ذلك على أساس طبعا ثقل وخاصة يعني لديك خبرات لديك بعض الأمور اللي هي بتبقى يعني مثلا على سبيل المثال الذكاء الاصطناعي تغيرات المناخ وما ذلك كلها دي حاجات دي موجودة على السطح لذلك يجب ان احنا او الشباب ان هم بيتدربوا عليها. خلينا نتكلم على مجال هام جدا هو مجال الاستثمار ويمكن هناك يعني مشروعات كبيره بين الدوله المصريه ودوله الامارات ودوله الامارات صدقت في مساله الشمول المالي والحكومه الرقميه وانا عايز اتكلم على التجارب الملهمه للدول بهذه المشاركات، هل هناك حديث عن تجارب ملهمه للدول؟ لأفراد لمؤسسات حكومية يمكن أن تكون إضافة لدول أخرى تستلهمها وتتحرك في هذا المجال. يعني على أجندة هذه القمة وقمة الحكومات العالمية موضوع الذكاء الاصطناعي وتبادل الخبرات وكذلك يعني هذا الأمر المهم بالنسبة للرقمنة ومن ذلك هو أصبح أمر واقع بالنسبة للرقمنة والتحول الرقمي ومن ذلك دلوقتي علشان عملية التيسير والتسهيل في يعني من يحصل على هذه الخدمة بدل ما أنا أروح المصلحة الفلانية عشان مثلا أطلع رخصة ومن ذلك أو أطلع مثلا شهادة ميلاد ما أنا قاعد يعني قدام في شركتي ومن ذلك يعني استطيع يعني احصل على هذه الخدمات. شايفين احنا السيارات اللي هي المتنقله بالنسبه لي يعني حتى بالنسبه للشهر العقاري ومن ذلك الاحوال المدنيه ومن ذلك بدل من عمليه التكدس امام مثل هذه المصالح لا ان انا اختصر الوقت والجهد ومن ذلك بدل ما انا امشي 20 30 او 50 كيلو واضيع وقت واضيع فلوس استطيع من خلال البيت او من خلال مصلحتي الحكوميه ان انا يعني استخرج مثل هذه الأوراق المؤمنة وما ذلك وخاصة الدولة المصرية عملت على عملية تفعيل مثل هذا الأمر وأن تكون كل الأوراق مؤمنة سواء بالنسبة للشهادات الخاصة بالطلاب وما ذلك حتى بالنسبة للشهادات اللي أنا باخدها وأنا باخد دورة تدريبية لا أصبحت مؤمنة وما ذلك عشان ما لا يتم طبعا يعني عملية يعني أن تكون هناك سرقة أو تزوير وما ذلك لا بالنسبة لشهادات الميلاد وكل هذه الأوراق الثباتية طبعا الدولة المصرية قطعت شوط كبير في عملية الرقمنة والتحول الرقمي ولكن مطلوب المزيد والمزيد من هذا الأمر على أساس حتى بالنسبة لعقلية الموظف يقول لك والله السيستم واقع يعني لا ان انت حاول كده ان انت تعمل عمليه صيانه لموضوع السيستم او مثل هذه الاجهزه وما زال ويمكن الواحد بيلاحظها في عمليه الماكينات اللي هي موجوده في الشوارع وما زال. نعم تمام. اتكلم على هدف هام جدا هو مساله تحقيق التنميه المستدامه في الدول العربيه يعني خاصه ان معدلات الفقر بشكل او باخر يعني كبيره يعني نتيجه نزاعات طبعا وامور كثيره يعني. بالفعل يعني عملية النزاعات ومن ذلك والصراعات اللي هي كانت موجودة على مدار التاريخ مؤثرة بالفعل على يعني عملية التنمية المستدامة ولذلك يعني الدولة المصرية اهتمت يعني بمبادرة حياة كريمة والتنمية المستدامة وزيادة المشروعات ومن ذلك يمكن الحديث يعني خلال الخمس ست سنوات المقبلين ان انت كدولة مصرية بتحاول ان انت بتوفر حوالي من 7 إلى 8 مليون فرصة عمل رغم ان الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم يعني بيقول لك من 25 إلى 40% عدد طبعا من الموظفين بيفقدوا يعني الوظائف وما ذلك ولكن عشان كده الواحد لابد ان هو يعني يواكب عملية التغيرات وما ذلك والرقمنة والذكاء الاصطناعي لابد ان هناك وظائف يعني بيتم
استحداثها خلال الفتره المقبله. ودي طبعا مهمه مين؟ هي مهمه المدرسه، مهمه الجامعات وما ذلك. وعشان كده هناك كليات للذكاء الاصطناعي تم انشاءها خلال العامين المقبلين وما ذلك. دي كلها حتى بالنسبه لل الأشياء اللي هي مرتبطة بالزراعة وما ذلك، عدد من هذه الكليات تم إنشاء في عدد من المحافظات وما ذلك، عشان طبعا بتواكب طبعا عملية الزراعة، سواء بالنسبة للثروة السمكية، بالنسبة للزراعة، بالنسبة لعدد كبير، حتى بالنسبة للتعليم الفني، الاهتمام طبعا بالتعليم الفني. احنا شفنا يعني كان تم وضع خطة استراتيجية لتطوير التعليم الفني في عام 2018، ولكن بيتم الحديث الآن عن يعني وشفنا خلال الأيام القليلة الماضية مؤتمر لتطوير التعليم، هو عملية التطوير مستمرة وما ذلك عشان مواكبة العصر وربط العمل بسوق الإنتاج وما ذلك. على ذكر الاستثمار والعلاقات المميزة اقتصادية بين دولة الإمارات والدولة المصرية، أتكلم إن في بروتوكول تم توقيعه من خلال الوزير معايد ممثل الدولة المصرية خاص بمسألة التهرب الضريبي والإزدواج الضريبي، وأهمية توقع مثل هذا البروتوكول مع دولة الإمارات والسعودية. يعني الدولة المصرية بتحاول يعني بتوقع مثل هذه البروتوكولات وما ذلك على أساس بيتم الاستفادة ألا يكون هناك إزدواج ضريب. العالم كله بيتحدث عن الشمول المالي وما ذلك، يعني مثل هذا الأمر طبعا بيجذب عملية استثمارات كبيرة. الأهمية الكبيرة للدولة المصرية أو يعني الأولوية الكبيرة للدولة المصرية خلال هذه الفترة هو جذب الاستثمارات الأجنبية، وبالفعل يعني من عن طريق تهيئة بيئة مناسبة. يعني في مؤتمر خاص بتوقيع استثمارات الوزيرة دكتورة علا سعيد في حضور دولة رئيس مجلس الوزراء. يعني بالفعل هذا الامر بالفعل يعني بالامس القريب وما لذلك شيء مهم جدا، عمليه يعني الافات الضريبيه او تهيئه بيئه مناخ جاذب بالنسبه للاستثمار. وانت شفت يعني خلال الفتره الماضيه بالنسبه للرخصه الذهبيه ووجود وحده لحل مشكلات المستثمرين داخل مجلس الوزراء بالاضافه طبعا للهيئه العامه للمنطقه الاستثماريه، دي شيء مهم جدا. وهناك عدد طبعا كبير من المشكلات تم حلها عن طريق هذا الامر. مهم جدا ان انت بتدي حتى بالنسبه للحوافز الصناعيه، ووجود لديك في الدوله المصريه حوالي 152 فرصه استثماريه، وتم الحديث عنها بالامس القريب في كلمه رئيس مجلس الوزراء. اخيرا، اهميه حرص مصر على المشاركه في هذا المحفل الدولي بشكل سنوي. يعني الدولة المصرية حريصة كل الحرص يعني بتشارك في هذا المحفل الكبير. لديك طبعا تجارب ناجحة، تستطيع ان انت يعني لديك لا يقل عن 700 شركة، لديك تجارب ناجحة، لديك مشروعات، لديك فرص استثمارية على ارض الدولة المصرية، تستطيع من خلال هذا المحفل او هذه القمة بتعرض مثل هذه التجارب الناجحة وما لذلك، تعرض كل الفرص الاستثمارية سواء بالنسبة للرخص الذهبية، سواء بالنسبة لتهيئة بيئة مناخ جاذب للاستثمار. كل هذه الفرص يعني الاستثماريه تستطيع ان انت بتعرضها خلال الثلاثه ايام، هي يعتبر يعني عرض مجانا امام هذا الامر. لو انت يعني بتعمل مثلا شركات دوليه وما ذلك، عشان هذا الامر يعني كان بياخذ منك يعني مليارات الجنيهات وما ذلك، ولكن ده حرص الدوله المصريه نتيجه العلاقات الوثيقه بين مصر والامارات. يعني لما بيكون رئيس مجلس الوزراء على وفد رفيع المستوى، ده بيؤكد يعني هذه القيادتين في البلدين بالفعل حريصه كل الحرص ان هم يعني يشجعوا مثل هذه العلاقات، يزودوا مثل هذه العلاقات سواء العلاقات السياسيه والاقتصاديه والتجاريه وزيادة مثل هذه. وسنرى خلال الفترة المقبلة يعني الإعلان عن عدد يعني من هذه الشراكات بين مصر والإمارات. الأستاذ حسن، الله يخليك أستاذ زهير، كل شكر التقدير لضيفي الكبير الكاتب الصحفي الأستاذ حسن أبو خزيم المتخصص في شؤون مجلس الوزراء بولاية الوزير يوسف. كنت ضيفا عزيزا في هذه الحلقة من صحراء الرأي، بشكرك شكرا جزيلا، وأشكر كل السادة المشاهدين على حسن المتابعة. ألقاكم دائما على خير، إلى اللقاء.